عندي معلومه تاكدها او تنفيها، ان الكابتن تامر مصطفى اساسا كان احد الخيارات المحتمله بعد رحيل فورموزينيو، مظبوط؟ ده اكيد. مظبوط، قبل ما انت كابتن عارف، حسام حسن يجي. انت عارفني كويس، انا راجل ستريت جدا. انا عارف، انا عارف ده كويس. فانا ما اقول لك، بص هقول لك حاجه، انا بشوف كابتن تامر مصطفى يعني مختلف شويه. انا شايف ان هو مدرب من المدربين اللي عليهم الامال في مصر، فاهم قصدي ايه؟ يعني هو من الاجيال القادمه، يعني انا شايف ان هو مدرب متميز، عنده فكر هادي، بيكتب بالقلم والورقه، يعني العمليه ماشيه بالقلم والورقه، دي مظبوط. مهمه قوي، واخد بالك؟ انت بالطريقه دي بتبتدي تشوف ان في جهاز هيقدر كمان يساعدك في الفتره القادمه طبقا لخطه النادي. احنا تمام. خطتنا ان احنا عايزين ننزل بالسن مثلا، تامر مصطفى يقدر يعمل الكلام ده، عايزين تمام، ناخد فرصه في الناشئين كمان. تامر مظبوط. مصطفى عمل المنظومه دي في انبي وقدر ان هو يطلع ناس ويبتدي يشتغل ونجح، وقدر ان هو كمان يحط انبي في مكانه. يمكن عايز اقول لك ان في ناس كانت بتتكلم على انبي انها هتنزل، مظبوط، انها هتتصارع تحت، لان كان شوف عندهم انبي مشاكل النهارده واضحه في التعاقدات، كمان كان في صعوبات وكان واضحه. في كمان وقف في الصيف. مظبوط. فانت بتتكلم النموذج ده نموذج يعني نجاح، انا بسميه نموذج نجاح. زائد ان تامر مصطفى ليه كمان حق موجود في مدن، يعني هو له حق اللي صعد في بكوكاكولا سابقها. الصعاب. فانت بتتكلم في ان هو صعد فريق كوكاكولا صح. وما خدش حقه. ايوه. ليه؟ لان انتوا لسه كنت بتكلم في القصه دي، يا جماعه الاعلام لازم يوضح للانديه ويوضح للناس ان ما فيش حاجه اسمها مدرب درجه تانية ومدرب درجه اولى. مظبوط. المدرب اللي يقدر يطلع بفرقته ويروح بيها من دوري المحترفين او الثانيه او وات ايفر ويطلع بيها للممتاز، لازم يكمل، ولازم ادعمه انا كنادي، ولازم النهارده اللعيبه دي مش ارميها كلها، لا ما ينفعش، انا لازم اجدد، ازود لعيبه، اعمل كذا، ولكن لازم الناس تحس ان عندها طموح بيتحقق بيه احلام. انما لو انا النهارده هيبقى الموضوع ان هو يطلع الدرجه الاولى او الممتاز اقول له مع تغيره. السلامه، انت وفرقتك، ده كلام ما ينفعش. فانت صح. بالتالي لا، تامر مصطفى مدرب محترم جدا، فكر، انا شايفه في اللي جاي احنا محتاجين تامر مصطفى، ممتاز. وربنا بيكتب دايما. بص انت يعني انت بتعمل حاجه كويسه، تلاقي ربنا دايما بيكتب لك حاجه برضه ونعم كويسه. بالله، ونعم بالله. الكابتن سيد عبد الحفيظ، هل كان ضمن افكار اداره مودرن فيوتشر ان يتولى منصب مدير الكره او اي منصب في فريق الكره في الساعات اللي فاتت؟ والله تكملة للصراحة معاك، أكيد سيد عبد اكيد. الحفيظ كابتن برضه كبير، إدارجي محترم أوي أوي، واخد بالك؟ النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ يعني يقدر النهارده مش يعني يبقى موجود بس كمدير كورة فقط في نادي، لا ده ممكن يكون مدير كورة في مصر، يعني فاهم قصدي؟ لأن هو عنده من الخبرات، وعنده يعني عايز أقول لك إن هو بيتمتع بس مش بالخبرة فقط لا غير، وراجل إدارجي محترم ومنظم جدا وشعبية، أنت عارف كمان كابتن بكل سيد قد إيه تأكيد. يعني. ليه ما تمتش في النهاية؟ والله بص، يعني هو عنده ظروف معينة الحقيقة، إحنا كنا نحب، مفيش شك في هذا الكلام، ولكن هو مرتبط بظروف معينة، فدي حاجة. والراجل يعني انت عارف هو دايما ردوده محترمه، ويعني بيتكلم دايما بكل خير عن فيوتشر. تمام. كنا حابين طبعا، بس اكيد كل واحد بيبقى له ظروف. هو اللي يعني شكركم ورفض هو الفكرة في العموم، مش شكر، بسبب قال لك اختلاف مثلا انا في لا التفاوض. لا خالص، احنا ما مثلا. دايما بص احنا دايما ما بنوصلش للنقطه دي، لان دايما تمام. ما فيش حاجه ملهاش حل. يعني ايوه. انت في اي تفاوض انت لازم تصل لحل، امال اسمه تفاوض ليه؟ انما تقول لي التفاوض الذي يصل للسكه المقفوله ده، يبقى تمام، في حد عنده مشكله في التفاوض في الطرفين، مفهوم وده مش تماما، موجود عندنا ولا عندك طبعا الكابتن سيد. مفهوم تماما.